نيجي للمالتيبل ريجريشن او التراجع المتعدد او الانحسار المتعدد بتعلم الآلة الماشين ليرنينج. شو هو التراجع المتعدد؟ التراجع المتعدد مثل التراجع الخطي تماما، لكن شو اكثر استقلالية او القيم تبعه غير مرتبطة، بمعنى انه نقدر نحاول نتنبأ بالقيم اعتمادا على ثنتين او اكثر من القيم. خلينا نشوف على هذا قاعدة مجموعة البيانات هاي تحتوي على بعض المعلومات حول السيارات، اسم السيارة، الموديل تبعها، الحجم، الوزن، CO2 الى اخره. نقدر نتنبأ بالCO2، انبعاثات CO2 ثاني اكسيد الكربون من السيارات اعتمادا على حجم المحرك، لكن مع الريجريشن المتعدد نقدر نرمي انه المتغيرات اكثر، مثل انه وزن السيارة عشان نتنبأ به بشكل دقيق اكثر. شلون بيشتغل الموضوع؟ بالبايثون في عندي موديلات جاهزة تشتغل بتعمل لنا هذا الشغل. نبدأ بالبانداز، اكثر شيء مشهور، نستورد مكتبة البانداز. البانداز بتسمح لنا انه نقرأ CSV فايل، ملفات CSV، الاكسل او ملفات CSV بترجع لي داتا فريم، كائن داتا فريم. الملف بيعني انه اختبار للاغراض فقط، تقدر تحمله من ملفات، يعني ملف CSV للاختبار بس. عندي ديف بانداز، مكتبة بانداز، نقرأ ملف CSV. بعدين شو بنسوي؟ بنعمل قائمة من القيم المستقلة ونستدعيها بالمتغير X، بنحط القيم المتغير بمتغير ثاني Y. هو شايف الحجم والفوليوم CO2. ملاحظة، شي شائع انك تسمي القائمة للقيم المستقلة ب Uppercase X، القائمة المستقلة بLowercase Y، يعني الIndependent Uppercase والDependent هو يعني Lowercase. خلينا نستخدم بعض الميثودات SQLearn من مكتبة SQLearn عشان نشوف نستورد المكتبة هاي. SQLearn مستورد Linear Model. من SQLearn نستخدم Linear Regression، تراجع الخطي، ايضا مشان ننشئ تراجع خطي كان تراجع خطي. الكائن هذا يسمى الفيت، وهذا الشيء بيسمح لك انه تعمل شيء مستقل او غير مستقل للقيم بارامتر، وايضا تعبي كائن الريجريشن ببيانات توصف لك العلاقه. شايف هذا المثال Linear Model Linear Regression. الآن بنقدر انه نعمل كائن التراجع اللي هو جاهز للتربو بCO2 اعتمادا على اوزان السيارات وحجمها. Regression Predict، مثال هذا المثال، نستورد المكتبات اللي بدنا اياها، بعدين بنجيب الملف CSV، بنعرف X و Y، بعدين بنعمل Linear Model Linear Regression وبنعمل Fit، بعدين بنتنبأ وبنطبع التنبؤ، راح يعطيني 107 فاصلة تقريبا. هذا الشيء بيعطيني انه 1.3 لتر المحرك بوزن 2300 كيلوغرام، راح يعطيني تقريبا 107 غرام من CO2 انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لكل كيلومتر بينساك. الكوفيشنت كمان، الكوفيشنت هو عامل بيوصف لي العلاقة اللي للقيم اللي مش معرفة او المتغيرات اللي مش معرفة. مثال اكس متغير 2x هو اكس مرتين، اكس غير معرف متغير يعني، والرقم 2 هو كوفيشنت العامل. بهاي الحالة نقدر نسأل
الكوفيشنت عن وزن حوالين CO2 وأيضا للحجم حوالين CO2. الإجابة أو الإجابات اللي بنحصل عليها راح تكون شو اللي بيحصل إذا زدنا أو نقصنا بقيم المستقلة. شفنا هذا المثال، شايف؟ الكوفيشنت أو العامل النتيجة. هون عندي النتيجة، عرضت لي قيم الكوفيشنت للوزن والحجم. الوزن أعطاني إياه هيك، والحجم أعطاني إياه هاد. هاي القيم تخبرنا إنه الوزن زاد بكيلوغرام للانبعاثات CO2 بزيادة هذا الغرامات. كمان إذا المحرك حجم المحرك زاد مقدار 1 cc/m، انبعاثات راح تزيد بمقدار غرام. أعتقد إنه يعني التحزر عليها مخيف، لكن خلينا نختبر الموضوع. إذا شفنا تنبأنا بشكل اوريدي، يعني إذا كانت السيارة بحجم 1300 cc/m، المحرك تبعها بوزن 2300 كيلوغرام، الانبعاثات من CO2 راح تكون تقريبا 107 غرام. طيب شو إذا زدنا الوزن مثلا ب1000 كيلوغرام؟ راح تكون شو النتيجة؟ 114. هذا الشيء شو بيعني؟ تنبأنا انه السيارة بالوزن 1.3 لتر انجن محرك، وايضا الوزن 3300 كيلوغرام، راح تعمل لي ريليز تقريبا زيادة 115 غرام من CO2 لكل كيلومتر بينزعج. هذا الشيء بيظهر لي انه الكوفيشنت عامل من 0.00755095 هو صحيح. ليش؟ لانه 107 تقريبا زائد 1000 ضرب العامل اللي قلنا عليه راح يعطيني بالضبط النتيجة الحقيقية، مقدار الزيادة. إذن هاي كانت المالتيبل ريجريشن أو التراجع للحصار المتعدد بتعلم الآلة.